أهلا بكم إلى نشرة المساء، أنا ميسون عزام أحييكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. تقدم طالبان يطيح برئيس الأركان الأفغاني، ومدنيون فروا من قندوز يروون فظاعات ترتكبها الحركة. الخرطوم تقرر تسليم البشير ومطلوبين في جرائم دارفور، والجنائية تريد تسريع الإجراءات. في نشرة المساء أيضا، عارضا لصورته الادعاء السويدي يذكر بالاسم الرئيس الإيراني كعضو لجنة الموت في الإعدامات. حرائق الجزائر تتسع، والسلطات تصف الوضع بالخطير جدا، وتونس تجلي مدنيين في جنوب البلاد. إذن انتهاكات وترهيب للمدنيين، هذا ما رواه الفرون من مناطق سيطرة طالبان في قندوز، مؤكدين أن الحركة قطعت رؤوس فتيان، خطفت فتيات لتزويجهن لمسلحين. طبعا تقدم طالبان في أنحاء أفغانستان تسبب بالإطاحة برئيس الأركان، فيما قدرت المخابرات الأمريكية أن تعزل طالبان العاصمة كابول في غضون شهر وأن تسيطر عليها في خلال 3 أشهر. مواقع أمريكية قالت إن سرعة طالبان في السيطرة أسقطت التقييمات السابقة لإدارة بايدن بشأن مدة انهيار الحكومة الأفغانية. ونبدأ مشاهدينا بتصريحات رئيس أركان الجيش الأفغاني الجديد هيبة الله علي زاي، والذي قال إنهم سيقاتلون حتى الموت دفاعا عن أفغانستان، مضيفا أنه على طالبان ألا تكون سعيدة بانتصارات صغيرة. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد عين في وقت سابق هيبة الله علي زاي رئيسا جديدا لأركان الجيش. هذا وقالت مصادر لقناة العربية إن الولايات المتحدة قلقة جدا من الأوضاع على الأرض في أفغانستان والتقدم المفاجئ لحركة طالبان، وأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس أشرف غني بتعيينات جديدة في القيادة العسكرية ربما تكون متأخرة ولن تتمكن من تغيير الوضع على الأرض. أضافت المصادر أن القوات الجوية الأفغانية تقوم ب 95% من الغارات الجوية لصد طالبان، بينما يقوم الأمريكيون ب 5% فقط من الضربات. المصادر أشارت أيضا إلى أن الولايات المتحدة ترى أن باكستان لا تقوم بإجراءات فعالة وصادقة لمساعدة الحكومة الأفغانية. من واشنطن ينضم إلينا ميك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. أهلا بك سيد ميك. بداية، الولايات المتحدة انتقدت طالبان وقالت إنها لم تلتزم بالاتفاقيات، انتقدت الحكومة الأفغانية وقالت إن قراراتها متأخرة، انتقدت باكستان وقالت إنها لا تساعد في تسيير الأمور على الأرض. البعض يقول إنه على الولايات المتحدة الآن مراجعة نفسها لأنها تتحمل المسؤولية الأكبر لما يحدث في أفغانستان، ماذا تقول؟ من المؤكد أن ما كنا قد شاهدناه على مر الخمس ساعات الماضية يظهر بأن طالبان بات لديها القدرة على سيطرة المزيد من المدن كما حدث خلال الساعات القليلة الماضية. هناك أناس كثر لم يكونوا ليتوقعون من طالبان بأنها سوف تخالف الاتفاق الذي تم توقيعه، لكن فيما يتعلق في باكستان هي أنها ليس فقط بأنها لا تسهل الأمور، لكنها تسهل الأمور على الأرض، بل أنها تساعد تحرك طالبان وشن الهجمات على الجيش الأفغاني الوطني، وهم أي أعني في باكستان
لم يكونوا فقط يمدون يد العون لطالبان، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا. وهل هو مقبول أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل بمساعدة الوضع والحكومة على الأرض في أفغانستان؟ لأنه بحسب حتى التصريحات الأمريكية هناك نوع من الخطأ في تقييم الوضع، مفاجأة لما حدث على الأرض أمريكيا. وأيضا الولايات المتحدة تقول أنه حتى قرارات الرئيس الأفغاني متأخرة. الولايات المتحدة من المفترض أنها تقدم الدعم الأمني، أين هو من ربما عمليات استشارية وغيرها؟ أعتقد أن هناك خطأ في الحسابات من قبل الإدارة الأمريكية في سحب القوات، الأمر الذي قد جاء مفاجئا وسريعا، وبات واضحا حسب رأيي كمحلل بأن استبدال رئيسي الأركان في الجيش الأفغاني يعني بأن هناك الكثير من المخاوف التي بدأت تنتاب المواطنين في أفغانستان، وهذا يعني بأنه قد يكون من قبيل الاتخاذات التدابير اليائسة. وكنا قد سمعنا تقاريرا عن اختطاف طالبان لبعض النسوة والأطفال وإجبارهم على الزواج. هذه التقارير مؤرقة وتقض مضاجع المجتمع الدولي، ولا بد من للولايات المتحدة أن تأخذ كافة هذه النواحي في الاعتبار إذا ما كانت سوف تقرر في دعم أفغانستان كشريك لها، والعمل على النظر ومن مخاوف سيطرة طالبان على كابول. إعادة النظر سيد ميك، بما معنى إعادة النظر في قضية الانسحاب أم في للتكتيكات المتبعة الآن والتنسيق مع الحكومة الأفغانية فقط؟ النوايا ووفقا لما سمعناه من القيادة المركزية أنه في حلول 31 من أغسطس سوف نقوم بالتوقف عن كافة أنواع الدعم الجوي، بل سوف يكون فقط لأهداف محدودة. لا أعتقد بأنه يجدر بنا إعادة التفكير بهذا الأمر وتقديم حزمة من الدعم، ولعل البقاء في البلاد من أجل دعم الجيش الوطني الأفغاني وقوات الأمن الأفغانية في سياق معركتها لإبعاد بلادها كي لا تقع فريسة بيد طالبان. وكما قلت بأن الأمر قد يصل في نهاية الأمر إلى كابول، وعلى الولايات المتحدة أن تكون موجودة لدعم شركائها هناك، وهذا لمصلحة المنطقة ولمصلحة شركائنا الذين عملنا على بناء شراكات معهم على مر 20 عاما الماضية. من واشنطن ميك مينروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. ما أن تهاجم طالبان أي بقعة في أفغانستان حتى تبدأ معها مآسي مدنيي تلك المنطقة، رحلة تبدأ بالهروب ولا تنتهي برعب ووحشية ممارسات عناصر الحركة بحقهم. كثيرة هي روايات إجرام طالبان بحق الفارين من جحيم هجماتهم، أكثرها مأساة تكمن في قتل المدنيين وفي قطع رؤوسهم، إضافة لخطف الفتيات وتزويجهن تحت تهديد السلاح. هذا ما حصل مع ابنة عم مروة، هي نازحة من ثلقان، التي روت باكية كيف خطف الطالبان ابنة عمها القاصر والبلغة من العمر 16 عاما لتزويجها لأحد عناصر الحركة، إضافة طبعا لمنع النساء من الخروج من منازلهن. خانم غزنية وفعلا محصل بانتون كابول منجا. ما دو هفته میشه یعنی که ما از غزنی اینجا آمده ایم، به خاطر که اونجا نامنی است، بسیار خانواده ما اونجا است، ما خودم اینجا هستم، یعنی این بسیار برای غیر قابل تحمل است. خودم در اینجا هستم، خانواده در غزنی است، اونجا در بین جنگ است، طالبا است، یعنی اونجا طالبا برای دخترها اجازه نمیدادند که بسیار براحتی از خانه بیرون شوند یا که براحتی در شهر گردش کنند. وتقول نازحة هربت من قندوز رفقة أطفالها الستة إنها رأت كلابا تنهش جثث قتلى سقطوا أثناء هجوم طالبان على سجن قندوز المركزي. من الروايات المرعبة أيضا لنازح من إحدى مخيمات كابول، يقول النازح عبد الرحمن إن عناصر طالبان أمسكوا بأحد أبنائه من رأسه وكأنه خروف
وقطعوا رأسه بسكين وألقوا رأسه بعيدا، والسبب وقوف الطفل في وجههم عندما اعتدوا على والديه. عدد النازحين منذ بدء طالبان لهجماتها قبل أشهر تجاوز 350,000، جلهم من الشمال، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية التي اتهمت طالبان بارتكاب جرائم حرب. الورصة ودريسة وين كورة دي يخد يرفع من التسليم صلى الحمد لله وزربتان من روان دي الحمد لله. أعلنت ألمانيا وهولندا تعليق قرارات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان بسبب تدهور الأوضاع في أفغانستان، إضافة لتعليق الحكومة الأفغانية في كابول العودة غير الطوعية لمدة 3 أشهر. الداخلية الألمانية أوضحت في وقت سابق إلى أن هناك حوالي 30,000 أفغاني مطالبين بمغادرة ألمانيا، بينما أعلنت هولندا عدم ترحيل المواطنين الأفغان من طالبي اللجوء لديها على مدى الشهور 6 المقبلة نظرا لسرعة تدهور الأوضاع في كابول. وزير الهجرة اليوناني نوتس ميتاراشي قال اليوم إن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يمكنه التعامل من تكرار أزمة الهجرة في 2015، وعليه أن يحاول منع الناس من الفرار من الصراع المتصاعد في أفغانستان، وشدد على ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم حتى لا تفهم بشكل خاطئ في هذا التوقيت. بالتأكيد الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا وليس لديه القدرة على التعامل مع أزمة هجرة كبرى أخرى، ونرى ذلك في رد فعل معظم حكومات الاتحاد الأوروبي. نحن نتفهم الوضع الصعب الذي تواجهه أفغانستان، ونحتاج من الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكثر فعالية في منع حدوث أزمة في أفغانستان، ومع ذلك فإن وقف عودة أولئك الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية من شأنه أن يبعث رسالة خاطئة في هذا الوقت الصعب. هذه التطورات والتصريحات تأتي في وقت تتوسع فيه الرقعة الجغرافية لهجمات طالبان في أفغانستان، ومعها تتغير ملامح السيطرة دراماتيكيا. فبعد أن استولت الحركة المتطرفة على قندوز أصبحت الولاية نقطة انطلاق جديدة للهجوم طبعا على ما تبقى من شمال أفغانستان. الهدف الآن مزار شريف عاصمة ولاية بلخ. طبعا إصرار طالبان على مهاجمة مزار شريف له اعتبارات عديدة أمنيا وجغرافيا. هي تعتبر رابع أكبر مدينة في البلاد، تأتي في وسط مدن مثل سرپول وشبرغان غربا وقندوز شرقا. لديها أيضا طريق جنوب شرق المدينة يصلها بالعاصمة، فيما تحاذي أيضا أوزبكستان وذلك في الشمال كما نشاهد على الخارطة. كما وتشكل مزار شريف مركز اقتصادي مهم على اعتبارها مفترق طرق تجاري، وتؤثر في العمق السياسي الأفغاني، لذلك يطلق عليها أم المدائن شمال أفغانستان. إذا سقطت مزار شريف الاستراتيجية يعني أن الشمال بأكمله سقط، لطالما شكلت مزار شريف عقدة لطالبان بسبب الواقع الديموغرافي والحساسية الطائفية وأيضا القومية هناك. نسبة أبناء القومية البشتونية التي منها معظم عناصر الحركة لا تتجاوز ربع سكان المدينة، والولاية المتنوعة إذ يشكل الطاجيك الأفغان الأغلبية فيها، إلى جانب حضور قوي للأوزبك وقومية الهزارة. كل هذا دفع بإصرار طالبان للاستيلاء على مزار شريف.
بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، بحث جهود المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. واستعرض الجانبان برامج الدعم الإنساني والتنموي الذي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني. في نشرة المساء ولكن بعد قليل، أزمة الوقود تتفاقم في لبنان والمصرف المركزي يعلن عدم قدرته على تأمين المشتريات. أهلا بكم مجددا إلى نشرة المساء. في اليوم الثاني من محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في السويد، عرضت صور واسم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال المحاكمة. بحسب الادعاء العام السويدي، فإبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت المسؤولة عن إعدامات عام 88، كما قدم عدد من الأشخاص شهاداتهم في القضية، حيث قال المدعي العام السويدي إن المحكمة استمعت لشهود حضوريا و26 شاهدا افتراضيا، وبين أن 23 شخصا كانوا سجناء في غوهردشت شهدوا ضد حميد نوري. المدعي العام أضاف أيضا أن الشهود أكدوا ضلوع حميد نوري المباشر بإعدامات عام 88، بينما قامت وقالت مفادة العربية أن الادعاء السويدي عرض وثائق ربطت الإعدامات بفتوى من الخميني، وذلك بعدما طالب محامي القاضي حميد نوري بعدم صحة هذه الفتوى. ومن ستوكهولم ينضم إلينا الصحفي صالح حميد. أهلا بك بداية صالح، جلسة اليوم كيف تقيمها وأهم ما ورد فيها؟ نعم، في الواقع كانت جلسة هامة جدا، حيث وردت فيها الكثير من المعلومات حول الوثائق التي تثبت تورط حميد نوري في عمليات الإعدام والتعذيب والاستجوابات داخل السجن، باعتباره كان نائب مدعي عام سجن غوهردشت في كرج غرب طهران، وأيضا تم عرض المسؤوليات التي تولاها، منها أيضا منصب نائب المدعي العام لسجن إيفين أيضا ودوره، ومسؤولين آخرين مثل داود لشكري، ومسؤولين مثل رئيس أو آمر السجن زنجاني، الذين كانوا ينفذون في الواقع الإعدامات عندما تصدر من الأوامر من لجنة الموت، وهم كانوا يعملون بمثابة لجنة فرعية تنفذ هذه الإعدامات. تحدثت المحكمة عن دور لجنة الموت، ذكرت اسم إبراهيم رئيسي وصوره، وعرضت عرضا تاريخيا موجزا عن المناصب التي تولاها ودوره في إصدار الأحكام السريعة والخارجة عن نطاق القانون ضد السجناء السياسيين، واعتبرت أن إعدام خاصة يعني أعضاء منظمة مجاهدي خلق بأنها تندرج تحت إطار جريمة الحرب وفقا لاتفاقية جنيف، لأنها تمت بعد معركة دارت بين المنظمة التي كانت آنذاك تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها وبين القوات الإيرانية. وقالت المدعية أنه بعد 5 أيام من تلك المعركة التي يسميها مجاهدو خلق الضياء الخالد وإيران تسميها عمليات مرصاد، بعد 5 أيام صدرت الفتوى وبدأت تنفيذ الإعدامات في السجون الذين لم يتراجعوا عن موقفهم وانتمائهم للمنظمة، بالإضافة إلى منظمات يسارية أخرى مثل فدائي الشعب وبيكار واتحاد الشيوعيين، وأيضا عوائلهم أفراد أسرهم حضروا في المحكمة كمشتكين. نعم. وبالإضافة إلى 23 شاهد رأوا مباشرة رئيسي وحميد نوري الذي اقتادهم إلى المحاكمات. هل السريعة. ستكتفي المحكمة بهؤلاء أم أنه هناك المزيد من الشهود صالح؟ لا، المزيد من الشهود، البعض منهم يعني أدلى بشهادته افتراضيا، خاصة أولئك الذين في معسكر مجاهدي خلق في أشرف، وهؤلاء الذين نقلوا عام 2016 من العراق إلى ألبانيا في تيرانا وأدلوا بشهاداتهم افتراضيا لأنهم لم يستطيعوا الحضور، وأيضا هناك شهود آخرين من مختلف البلدان في أمريكا، كندا، أوروبا وأستراليا،
والقضية بالطبع ستأخذ أبعاد جديدة. المحاكمة حدد لها أن تدوم حوالي 9 أشهر، الأسبوع الأول خصص بالكامل لإفادة الادعاء العام، والمدعية العامة كانت حازمة ولديها تقول أن لديها الكثير من الأدلة من الشهود، ومن حتى عندما رفض حميد نوري أنه نفسه حميد عباس الذي كان يلقب بالسجن، نعم. يعني برزت رسالة من هاتفه الشخص أنه يدعو أصحابه لحفل إفطار، وقالت هذه رسالتك وتقول لهم حميد نوري عباس. طيب. هناك أدلة قاطعة يعني طيب سننتظر ونتابع هذه الجلسات من ستوكهولم. الصحفي صالح حميد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. قال مختار شلواندي وهو شقيق حمزة السجين الذي أعدمه النظام الإيراني عام 88 أنه شارك في استدراج حميد نوري إلى السويد حيث احتضن بيته عملية التخطيط. باید بگم که هر دستگیری حمید نوری در خونه من ریخته شد که این رو من توی مقالات و عکس ها و شواهدی که گذاشتم همراه با فیلم توی صفحات فیسبوک و سایت های سیاسی گذاشتم پسش و به این دلیل ما از حمید نوری شکایت داریم چون برادر من زندانی زندان گوهردشت بودن و حمید نوری دادیار اون زندان بود. حمید نوری کسی بود که بچه ها رو به صف میکرد، زندانی ها رو به صف میکرد و در روزهای داغ تابستان 67 به دادگاه ها، یعنی دادگاهی که نمیشه گفت، در هیئتی که به نام هیئت به هر حال مرگ معروف شد. من جانبه قال المعارض الإيراني رضا شميراني إن أعضاء لجنة الموت معروفون لكل المعتقلين الذين مروا بسجن إيفين أو سجن غوهردشت. حميد نوري الموقوف في السويد أحد هؤلاء بالإضافة إلى رئيس إيران الحالي. بله ببینید، البته من خدمت شما بگم توی زندان اوین و زندان گوهردش اعضای هیئت مرگ ثابت بودن، یعنی داستان اشراقی بود، بعد نیری بود به عنوان حاکم شهر، مصطفی محمدی بود و همین آخون رئیسی، که البته جدا از این اعضای اصلی افراد دیگه مثلا تو زندان گوهردشت مثل موی مقایسه که اون موقع به عنوان ناصریا میشناختیم یا همین حمید نوری که اون زمان به اسم حمید عباسی مطرح بود. يجري مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز سلسلة لقاءات أمنية وسياسية في إسرائيل تتركز أساساً على الشأن الإيراني، حيث ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لعدم عرقلة مفاوضات فيينا وإعادة اتفاق شامل يضمن أمن إسرائيل وينهي الخطر النووي الإيراني. كما يلتقي بيرنز مع مسؤولين في الجانب الفلسطيني لبحث تحسين الظروف الإنسانية والميدانية وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا. عبد الحفيظ جعوان معه التفاصيل. مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في إسرائيل لبناء منظومة مشتركة من المصالح بما يخص التعامل مع إيران. الإدارة الأمريكية الحالية ترى في نجاح اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني مصلحة استراتيجية لها، وتريد إقناع إسرائيل بأن الأمر سينفعها أيضا ولن يشكل ذلك خطرا على أمنها مستقبلا. مطالب واشنطن من إسرائيل بأن لا تعرقل أو تشوش دبلوماسيا أو سياسيا أو عسكريا مفاوضات فيينا. رئيس الوزراء بنت سيحمل الردود الإسرائيلية على هذه المطالب لدى اجتماعه مع رئيس بايدن هذا الشهر. مصادر أوردت أن المخابرات الإسرائيلية أمدت نظيرتها الأمريكية بمعلومات كثيرة حول إيران وقدراتها العسكرية وأدواتها في المنطقة، وبتقرير مفصل عن شخصية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وطموحه النووي واحتمال عدم التزامه بأي اتفاق بهذا الشأن. وبين سلوك إيران لعرقلة الملاحة وبصماتها في الجبهتين الشمالية مع لبنان والجنوبية مع قطاع غزة وسعي إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان أمنها، بدأ وكأن الشأن الفلسطيني في لقاء بيرنز مع الجانب الإسرائيلي هامشي، ومع ذلك تشعر السلطة الفلسطينية بارتياح مع الإدارة الأمريكية الحالية.
اليوم القضية الفلسطينية والموضوع الفلسطيني فرض نفسه على الأجندة الأمريكية، وبالتالي يجب معالجة الموضوع من مختلف الجوانب، سواء بالبعد السياسي بإطلاق خلينا نقول ما يمكن أن نسميه استعادة الملف السياسي واستعادة للأفق سياسي وعملية سياسية، أو في الجوانب المختلفة الاقتصادية والأمنية. مدير المخابرات الأمريكية يسعى بالحد الأدنى للحفاظ على الهدوء في هذه المرحلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية للفلسطينيين في غزة والضفة، وتحقيق بعض الإنجازات الميدانية لإقناع الناس بأن هناك بريق أمل في نهاية النفق. ويبدو أن هذا الجهد سيكون بالتنسيق مع أوروبا، حيث وصل رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور إلى رام الله أيضا لبحث ذات الأمر. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية. إلى لبنان، ومع مطالبة قائد الجيش اللبناني بإعلان حالة الطوارئ، قال المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إنه ناقش الأوضاع الأمنية والمالية وأزمة الدواء، لكنه سيبقي مقرراته السرية. حاكم مصرف لبنان الذي حضر جزءا من الاجتماع أبلغ المجلس بأنه لم يعد قادر على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها. هذا واعتبر وزير الطاقة أنه في حال توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحد ويتحدد بحسب أسعار الصرف. إلى السودان، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول محمد حمدان دجلو المعروف بحمدتي إن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت تسليم المتهمين الجنائية الدولية. حمدتي شدد لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر، وأشار إلى أن السودان سيتعاون مع المحكمة الجنائية بخصوص تسليم المتهمين بجرائم الحرب، وأن هذا سيكون من اختصاص الجهات العدلية. هذا وبعد أكثر من عقد على صدور قرار الجنائية الدولية بحق البشير ومطلوبين، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أكدت أن الخرطوم قررت تسليم المطلوبين بملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. أوضحت الحكومة السودانية أنه من بين المطلوبين الذين سيتم تسليمهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وفي سياق متصل، قال مصدران سودانيان لوكالة رويترز إن المدعي العام للجنائية الدولية يبحث مع مسؤولين سودانيين تسريع تسليم المطلوبين في ملف دارفور. المزيد معنا من الخرطوم المحامي عباس محجوب. أهلا بك سيد عباس. بداية، ما الفرق بين أن يحاكم البشير وغيره من الأسماء التي طرحت في السودان أو ضمن المحكمة الجنائية الدولية، أكثر عدلا أم ماذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، و كامل التعافي وشفاء للجرحى والعودة الحميدة للمفقودين إن كانوا أحياء. أسمحوا لي زملائي في التحالف الديمقراطي للمحامين وفي الجبهة الديمقراطية للمحامين وفي محامو السودان بالتحية والترحيب بالسيد كريم خان والوفد المرافق له من المحكمة الجنائية. ترحيب كان بمستوى عالي جدا أصلا من السودان بصورة عامة، وخاصة في ظل الإعلان عن الموافقة عن تسليم هؤلاء، ولكن ماذا يعني هذا؟
الموافقة على تسليم المتهمين من قبل السلطة التنفيذية للحكومة السودانية السادة مجلس الوزراء هي أدت الضوء الأخضر للوفد لكيفية استلام المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم ذلك قرار السيد وزير العدل على التسليم وإصدار قانون للمصادقة على اتفاقية روما. نعم، هذا تم الأسبوع الماضي فيما يتعلق اتفاقية روما. سيد عباس، أنا يهمني قضية أنه محاكمتهم في الجنائية الدولية، هل القوانين في السودان فيها أي عيوب معينة، أم أنه الأفضل بسبب خصوصية الوضع في السودان أن يحاكموا من خلال المحكمة الجنائية، وهل من عراقيل موجودة قانونية أو لا؟ مع احترامنا الكامل لوجود الهيئة القضائية السودانية، إلا أننا في السودان لم تكن لدينا القوانين المكتملة لمحاكمة المتهمين في السودان، وبالتالي ترحيل المتهمين ومحاكمتهم هي في حد ذاتها التأمين لشهود وأسر الضحايا وحمايتهم للمحاكمة. طيب أستاذ عباس، هاي القوانين حتواجد اللجنة القوانين غير موجودة في السودان لمحاكمتهم في السودان، ولكن هناك من يقول أنه هناك حاجة لتغيير بعض القوانين حتى للسماح لهم لأن يحاكموا خارج السودان. نحن في السودان لنا 3 سنين بالنادي، دي السنة الثالثة بالنادي لتطبيق العدالة الدولية وحماية واحترام السودان للمواثيق الدولية والقانون الدولي، فبالتالي لا نستطيع الآن لإعادة وتأهيل قضاة في الفترة القادمة الأكثر من 6 أشهر ولا سنة لانتظار هذه المحاكمات، فبالتالي يجب أن يرحل المتهمين للمحاكمة، وبرغم وجود إشكالات موضوعية بوجود بلاغات لهؤلاء المتهمين في السودان، إلا أن هناك حلول موضوعية يتم بها الاتفاق مع الحكومة السودانية لتسليم هؤلاء المتهمين وكيفية محاكمتهم سريًا مع المحكمة الجنائية الدولية أو السودان. أنت محامي، عندما تقول إشكالات موضوعية ماذا يعني هذا؟ لأنه بحسب ما أفهم في عراقيل قانونية، توجد عراقيل قانونية لمحاكمة هؤلاء المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بالسودان. فبالتالي تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية هو يعني يحقق العدالة لأسر الضحايا ويحمي الشهود. يعني ما في أي عراقيل من الأشياء، ما في أي عراقيل قانونية نحو عملية تسليم للمحكمة الجنائية، هاي أول نقطة. والنقطة الثانية، محامي البشير رفض ذلك وقال إنه هذا سيؤدي إلى أزمة كارثية، هل يمكن أن يوقف المحامي مثل هذا التحرك؟ لا توجد أزمة كارثية، وهؤلاء أفراد الحركة الإسلامية دائما يلجؤون للتهديد والوعيد، وهذا لا يمس شعره في أذن الحكومة السودانية، والعراقيل التي توجد لترحيل هؤلاء المتهمين ستزيل بوفق الاتفاقية الدولية الموقع على السودان لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية. طيب، فيما يتعلق بالأسماء المطروحة، لأنه في أسماء قد أعلنت وهو يقال بأنه أسماء أخرى ستضاف إلى هذه اللائحة، تضاف بعد تسليمهم بمعنى آخر بعد سماع الشهود وغيره، أو لا قبل ذلك السودان يمكن أن يقدم بعض الأسماء؟ هناك 51 متهما في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والاغتصابات، توجد أسماءهم في لائحة المتهمين منذ العام 2004 للمدعي العام السابق لورينا أوكامبو، وبالتالي المتهمين الذين وجدت أسماءهم الآن لديهم بقية ملحقة وموجودة لدى المحكمة الجنائية الدولية. كان معنا من الخرطوم المحامي عباس محجوب. وهناك متهمين آخرين سوف يحضرون وفق لإفادات الشهود وإفادات أسر الضحايا وإفادات المتهمين أنفسهم للحاق ببعضهم. من الخرطوم المحامي عباس محجوب، شكرا جزيلا لك.
في نشرة المساء ولكن بعد قليل. فيضانات في شمال تركيا وحرائق في جنوبها. أهلا بكم مجددا إلى نشرة المساء. تشهد الجزائر أسوأ موجة من الحرائق المدمرة في تاريخها بحسب الرئيس عبد المجيد تبون، فقد لقي أكثر من 60 شخصا من بينهم عسكريون حتفهم بسبب الحرائق، ووصفت السلطات الوضع بالخطير جدا جراء الحرائق، فيما نبهت الأرصاد الجوية إلى درجات حرارة قد تلامس 50 تشتد معها الحرائق. نداءات استغاثة وبيوت تحترق وسكان يفرون طلبا للملاذ الآمن. كارثة كارثة. هذا هو الوضع في المناطق التي تشهد حرائق في الجزائر. الحكومة تحركت ودفعت بقوة من الجيش للمساعدة في مكافحة النيران بالإضافة إلى جهود المتطوعين. حرائق وجهود لإطفائها أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، ما دفع الرئيس لإعلان الحداد لثلاثة أيام على أرواحهم. الحرائق تتركز شمال البلاد وتعتبر منطقة تيزي وزو من أسوأ المناطق تضررا، حيث طالت النيران منازل هرب ساكنوها منها. وفي العاصمة بدأت الحكومة التحقيق في أسباب هذه الكارثة، خصوصا بعد إشارة رئيس الوزراء أنها مشبوهة وقد تكون مفتعلة. أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة تسمح طبعا بإحداث أكبر قدر عدد من الخسائر، وتمنع حتى اختيار هذه المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة وصعبة لوصول النجدة ووصول الإسعافات. تصريح تبعه حديث عن اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، فيما بدأت الحكومة دراسة تعويض المتضررين من الحرائق. والمزيد معنا من الجزائر عبر سكايب حكيم بوغزارة المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حكيم. بداية، كيف تقيم الوضع الآن، وهل الخطر الأساسي يكمن في الحرائق واتساع الرقعة أو لا، يكمن في طريقة التعاطي معها ومكافحتها؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين. الوضع حاليا ما زال يعرف خطورة كبيرة، ولو أن حجم الحرائق تقلص بنسبة قليلة جدا، لكن الحديث عن خطورة هذه الحرائق حقيقة يمكن الحديث عنه عن شقين: فارتفاع الضحايا إلى 65 ضحية والكثير من المصابين في حالات خطيرة جدا، يعكس ضعف قدرة الجزائر على التعامل مع هذه الحرائق والتي ليست بجديدة. ففي 20 سنة الأخيرة كل سنة تفقد الجزائر ما مقداره 30,000 هكتار من الغابات، وبالتالي فغياب الاستراتيجيات الاستباقية والخطط القبلية هو الذي زاد من حجم الخسائر ومن حجم انتشار الحرائق. خاصة سيد حكيم، أنت تقارن التعاطي مع الحرائق اليوم بسابقاتها، بمعنى هذه المرة كان أسوأ، هذا ما تقوله، أو لا على مدى السنوات الماضية هناك تراجع كبير في التعاطي معها؟ لا، هو حقيقة العام الحالي هذا عرفت الحرائق، يعني مثلا ما حدث في ولاية خنشلة قبل أسابيع كان 4 مرات ما خسرته الجزائر في 4 سنوات، وبالتالي فحرائق هذه السنة لها ميزة خاصة جدا وهي سرعة الانتشار، حيث عرفت يعني انتشارا رهيبا، وهو ما دفع بالسلطة إلى التشكيك في وجود أيادي إجرامية حاولت يعني تخليص أو القضاء على الغطاء الغابي في الجزائر، خاصة في ولاية تيزي وزو الجبلية. صحيح. التي يعني فيها يقال بأنه تم اعتقال البعض، هل لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع؟ هو وكيل الجمهورية لولاية تيزي وزو اليوم تحدث عن توقيف مشتبه بهم، لكن قال بأن سرية التحقيق تقتضي الاكتفاء بهذا الإعلان فقط إلى غاية التأكد، فإجراءات الاتهام ثم إحالة الملف على القضاء هو الذي يحكم إن كانت هناك يد إجرامية من خلال توفر الدلائل الدامغة، فكل ما قيل هو تصريحات سياسية سواء من الوزير الأول أو من وزير الداخلية. من الجزائر عبر سكايب كان معنا حكيم بوغتارة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
من الجزائر إلى تونس فقد أجلت السلطات مدنيين في مناطق اندلعت بها الحرائق. السلطات نبهت من درجات حرارة قياسية تضرب البلاد. الناطق باسم الحماية المدنية في تونس قال إن السلطات سجلت 155 حريقا في البلاد خلال 36 ساعة الأخيرة. في تركيا اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة الساحل الشمالي لتركيا تسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 3 أدوية جديدة لعلاج كورونا دخلت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، مشيرة إلى أن هذه الأدوية تم اختبارها واختيارها من قبل فريق خبراء مستقل أكدوا إمكانية اعتماد بعض من الأدوية المضادة للالتهابات كعلاجات محتملة لفيروس كورونا. إلى محمد الآن وأخبار الملاعب واللاعبين. إليك محمد. أخبار الرياضة حياكم الله. انطلقت الليلة النسخة 14 من دوري المحترفين السعودي بمباراة واحدة جمعت الاتحاد ومضيفه الفيحاء في المجمعة. اللقاء انتهى بفقدان الاتحاد لأول 3 نقاط بعد الخسارة بهدف دون مقابل. بام السعود الآن من الجناح الأيسر يلعب الكرة إلى السلطان مندش، عودة الكرة إلى بام السعود، محاولة أمامية لمصلحة الفيحاء خطيرة والتصويب. مباريات الجولة الأولى تتواصل غدا، حيث يستضيف أبها نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ويفتتح فريقا الشباب وأبها مواجهاتهم في النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي وجها لوجه في الجولة الأولى. وسبق أن التقى الفريقان في الجولة الأولى أيضا، حيث كسب الشباب المواجهة بهدف دون رد. ويلتقي في الجولة ذاتها فريقا الرائد والفتح على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة في الموسم الماضي. فاز الرائد ذهابا بهدفين دون رد قبل أن يتعادل الفريقان في الإياب. ويفتتح الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي الحزم مشواره بلقاء التعاون، وذلك على ملعب الحزم بمدينة الرس.
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه يضع عينه على لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا خلال تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام كلاعب لباريس سان جيرمان. قال ميسي إنه يتطلع لمساعدة فريقه الجديد للفوز بأول ألقابه لدوري أبطال أوروبا على الإطلاق. ميسي الذي سيرتدي القميص رقم 30 وهو أول أرقامه في الفريق الأول في برشلونة حين شارك عام 2006. أكد ميسي أيضا أنه يحتاج لبعض الوقت للاستعداد للموسم الجديد لأنه لم يلعب منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الشهر الماضي. النجم الأرجنتيني أشار إلى أن اللعب إلى جوار نيمار ومبابي وراموس سيكون أمرا جنونيا وهو لا يستطيع الانتظار لبدء مسيرته مع النادي الباريسي. ووجه ميسي خلال المؤتمر الصحفي رسالة إلى برشلونة وجماهيره مؤكدا فيها أنه سيكون دائما ممتنا لهم. وأضاف ميسي أنهم كانوا يعلمون بأنه سينتقل إلى فريق قوي وأنه ذاهب للقتال في دوري أبطال أوروبا، مضيفا أنهم كانوا يعرفون رغبته في الاستمرار في تحقيق الأهداف على حد تعبيره. وتابع: لا أعرف ما إذا كنت سأواجه برشلونة، لكن سيكون من الرائع العودة إلى كامب نو وأتمنى أن يتواجد الجمهور عندما يحدث ذلك. وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية حالة من الهتاف وتبادل التحية بين جمهور باريس سان جيرمان والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. وحرص نجم الفريق الجديد على إلقاء التحية على جماهير النادي الباريسي عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه. واحتشد الآلاف من جماهير النادي اليوم خارج ملعب حديقة الإمارات وقامت بإطلاق الألعاب النارية خارج ملعب بارك دي برينس تعبيرا عن فرحتهم بانضمام ليونيل ميسي للفريق الفرنسي. من جهة أخرى اصطف العديد من أنصار النادي الباريسي وعشاق النجم ليونيل ميسي في صفوف طويلة أمام متجر الفريق في العاصمة الفرنسية من أجل شراء قميص ميسي الذي يحمل رقمه الجديد 30. كانت هذه أبرز أخبار الرياضة، عودة الآن إلى ميسون لاستكمال النشرة. إليك ميسون. شكرا محمد. تداولت صحف وقنوات عالمية صور لما وصفته بأكبر مقبرة لإطار السيارات في العالم. مراسلة العربية في الكويت شهد المتروك وقفت صباح اليوم على هذه المقبرة وهي مكب الإطارات في الكويت بعد أن قامت الهيئة العامة للبيئة بنقل الإطارات إلى مكان مخصص لها في منطقة السالمي البعيدة عن المناطق السكنية من أجل التصرف بها وإعادة تدويرها. دعونا نتابع. مليون وستمائة ألف متر مربع هي المساحة المخصصة في منطقة السالمي التي تجمع فيها أكثر من 40 مليون إطار تم التخلص منها من مختلف شركات ومحلات الإطارات. الهيئة العامة للبيئة أضافت على عدد الإطارات الموجودة في منطقة السالمي أكثر من 80% من الإطارات الموجودة في منطقة رحية والبالغ عددها الإجمالي نحو 50 مليون إطار، وذلك لتسليم رحية فيما بعد إلى الرعاية السكنية وتحديداً بعد 26 من الشهر الجاري. مسلسل الحرائق الذي يتكرر كل عام ما زال قيد التحقيق وبعهدة وزارة الداخلية، وخلال ذلك تقوم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بإعادة تدوير هذه الإطارات لتسهيل منح الشركات المبادرة تراخيص لإعادة تدويرها وتحديداً بعد 28 من الشهر الجاري. من مقبرة الإطارات في منطقة السالمي الكويت شهد المتروك العربية. ونختم مع هذا الخبر في العاصمة الألمانية برلين، حيث تجربة جديدة بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا خلال حدث عنوانه التطعيم على أنغام موسيقى التكنو.
إلى عناوين المساء. تقدم طالبان يطيح برئيس الأركان الأفغاني، ومدنيون فروا من قندوز يروون فظاعات ترتكبها الحركة. الخرطوم تقرر تسليم البشير، ومطلوبين في جرائم دارفور، والجنائية تريد تسريع الإجراءات. عارضا لصورته، الادعاء السويدي يذكر بالاسم الرئيس الإيراني كعضو لجنة الموت في الإعدامات. حرائق الجزائر تتسع، والسلطات تصف الوضع بالخطير جدا، وتونس تجلي مدنيين في جنوب البلاد.